كره داخل منطقه الجزاء، فرصه محاوله ولكن هنالك تغطيه. الوقت اللي الحكم تابع اللقطه الماضيه انشدنا القرار ديال الحكم. طبعا كره كانت داخل منطقه الجزاء، اعتقد انه الحكم اعتبر على انه الخطا كان صحيح. غادي نتابعوا الاعاده باش نشاهدوا. اذا الحكم كيقول ضربه جزاء. ستنفذ ضربه جزاء، تابعوا تسجل الهدف الاول في اللقاء، الهدف الاول في اللقاء. طبعا بطريقه جميله جات الكره وتنفيذ الكره زكريا لحيان وسجل الهدف الاول. شاهدونا هدف جاء بطريقه جميله، اكيد لو امكن زملائي في الوقت المناسب. هنا هنا واش كانت لمسه في هنا هنا في هذه اللقطه هذه، هنا 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 لا ما قاش، ونشوف هنا واش كاينه لمسه اخرى ديال لا ما كانتش. يعني اللي شاهدنا الان في الصوره، اذا كان القرار ديال الحكم هو من خلال